السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مستمعينا الكرام، لقانا اليوم بعنوان كيف ألعب مع طفلي مع الدكتور حبيب التكروني، استشاري طب نفسي أطفال المراهقين. حياك الله دكتور حبيب. الله يحييك، أهلا وسهلا. حياك الله. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حيا الله جميع الحاضرين والمستمعين. أنا الدكتور حبيب التكروني، استشاري الطب النفسي، مستشار طب نفسي أطفال ومراهقين. أعمل بمستشفى الملك عبد الله بجامع جامعة الأميرة نورة. أتشرف اليوم باستقبال جمعية إشراق استضافتي في هذا اللقاء، وأقدم لها الشكر على ثقتهم ودعمهم الدائم والمستمر، كما أقدم الشكر لكل من ساندني، ابتداء بالعائلة والأبناء، الأهل والأقارب، الأصدقاء والزملاء، وكل من دعا، وأشكرهم على حسن الظن بي، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم جميعا يا رب. هذا اللقاء كما سمعتم عنوانه كيف ألعب مع طفلي. المصدر الرئيسي للمعلومات اللي هقدمها اليوم هو كتاب اسمه Incredible Years، وهو عبارة عن برنامج يتكلم عن السنوات الذهبية للتربية، السنوات الذهبية لتربية الأطفال والتعامل مع الأطفال أيا كانوا، سواء كان لديهم تحديات سلوكية أم لا. وهو برنامج رئيس ومعروف لدعم وتدريب الوالدين، وإن شاء الله تعالى سيكون هذا البرنامج هو أحد سلسلة من مجموعة من اللقاءات والبرامج اللي تقدمها جمعية إشراق لدعم الوالدين، وأهمها برنامج تقارب. فسيكون هذا اللقاء وما تتبعه من اللقاءات كلها تصب في تطوير هذا البرنامج. أولا أحب أن ننوه أن المحاور المعدة لهذا اللقاء ليست بالضرورة يعني هنمشي عليها واحد واحد كمحاور، وإنما هتكون يعني مندمجة ومتفرقة بين الحديث على طول وقت اللقاء. فسوف نتكلم عن محاور متعددة في نقطة واحدة، وأحيانا تكون نقاط متفرقة. ونبدأ على بركة الله تعالى ببعض الأفكار الخاطئة عند كثير من الناس عن اللعب، ثم ننتقل إلى أهمية اللعب، ثم كيفية اللعب، وكيفية استغلال اللعب في تنمية مهارات الأطفال سواء عاطفيا سلوكيا أو أكاديميا، وفي النهاية كيف أتصرف عندما أخرج اللعب عن مساره، وكيف أراعي اهتمام الطفل بهذا اللعب بناء على تقدير الطفل، لأن تقديرات الطفل للألعاب تختلف عن تقديرات الكبار، وكيف أنهي اللعب بشكر الطفل والانصراف. قبل أن أخوض في هذه النقاط العامة أو هذه النقاط التي تخص اللعب، هناك قواعد عامة نبدأ بها عندما أتعامل مع الأطفال في التربية. لابد للجميع أن نعرف، لنا جميعا كآباء، أن الأبوة مسؤولية، ولابد أن نحفز بعضنا على الأبوة المسؤولة الحازمة والحنونة. فعشان أكون أب وربي أبنائي، لا ينفع أن أكون حازما طوال الوقت، أو أكون حنونا طوال الوقت، أو أكون متساهلا طوال الوقت، أو أكون غاضبا أو يعني قاسيا معهم طوال الوقت، وإنما الأبوة المسؤولة تتطلب تقلب بين هذه المزاجات كلها أو الحالات المختلفة، حسب وضع الطفل، حسب حالة الطفل، حسب الوضع العام في البيت، حسب حال الأب نفسه، لأنه كثير من الآباء أحيانا يكون متعب ومنهك ومجهد، والأبوة مسؤولية كبيرة جدا. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية اللي أحب أنوه عليها هي قاعدة جذب الانتباه. أود أن أنوه جميع الآباء أن كل فعل يفعل الطفل هو للفت انتباه الآباء، سواء هذا
سواء كان هذا الفعل إيجابي أو كان فعل سلبي. فأيها الأب، إذا لم يستطع طفلك أن يجذب، طبعا الكلام موجه للأب والأم يعني، وليس المقصود الأب لوحده يعني، فإذا لم يستطع طفلك أن يجذب انتباهك وهو يفعل أشياء حسنة وهو يتصرف بسلوكيات إيجابية، فسوف يضطر إلى تغيير سلوكياته الإيجابية إلى سلوكيات سلبية ليجذب انتباهك، ولك أن تختار. لأن الأبناء، وهذه القاعدة الثالثة، دائما يتطلعون إلى توقعات الآباء، إما أن يتطلع إلى أن يحصل عليها أو ينتقص. القاعدة التي تكلمنا عليها، قاعدة جذب الانتباه، بأن الأبناء دائما يتطلعون لجذب انتباه آبائهم، وإذا لم يستطيعوا جذب الانتباه بالسلوكيات الإيجابية فسيفعلون سلوكيات سلبية لجذب انتباه الأبناء الآباء عفوا. فلذلك لابد أن ننتبه لهذه النقطة كوالدين، أن أبناءنا سيحاولون جذب انتباهنا بالسلوكيات السيئة. القاعدة التي تليها، أن الأبناء يتطلعون أو ينتقصون إلى يعني يتطلعون إلى أو ينتقصون توقعات الأبناء. إذا كان الأب دائما منتقص مثلا لتصرفات ابنه أو ينتقده طوال الوقت، أنت ما تفعل، أنت أصلا كذا، أنت لا تستطيع فعل ذلك، لا تستطيع أن تحاول، لا تستطيع، يعني هذه الرسائل السلبية التي توجه من الوالدين للطفل، ستركز عند الطفل الانتباه إلى أني سأفعل الأفعال اللي توافق تطلعات والدي. وبالتالي بدل من أن أفعل أفعال إيجابية سأتجه إلى الأفعال السلبية. بينما الآباء اللي دائما يشجعون أبنائهم، أنت بطل، أنت تستطيع، شكرا لك، قد فعلتها، أنت أحسنت الظن، جعلتني أحسن الظن بك وأتطلع منك إلى أشياء كبيرة وما إلى ذلك، فهنا الآباء الأبناء يفعلون الأفعال التي تجذب انتباه أبناء آبائهم بهذه الدرجة، يعني بالتوقعات التي يتطلعونها من آبائهم. طيب، القاعدة الرابعة، تقبل الأبناء كما هم وعلى طباعهم المختلفة. لابد لنا كوالدين أن نتقبل أبناءنا كما هم، وأن لا نفرض عليهم أن يغيروا من طباعهم، وإنما نساعدهم في تطوير هذه الطباع إلى طباع جيدة، أو حتى تجاوز الطباع السيئة إلى طباع يعني إلى طباع أحسن منها. ولكن كطفل من حقه أن يلعب، كطفل من حقه أن يخرب، كطفل من حقه أن يستكشف، كطفل من حقه أن ينام مثلا أو يأكل بطريقة معينة. ثم أنت كأب أو أم إذا نهرت ابنك عن هذه الطريقة أو منعته من الاستكشاف أو منعته من اللعب، فأنت تتحدى هذه الطباع التي خلق بها. فلذلك أول شيء نتقبل الابن، والابن إذا عرف أننا نتقبله كما هو يكون من السهل عليه الانقياد لتعليماتنا فيما بعد. ولذلك علينا كوالدين أن نستعمل السلطة الأبوية بمسؤولية، وهي مسؤولية كبيرة الحقيقة، يعني مهما تكلمت فيها لن أوفيها حقها، لكن الأبوية مسؤولية، وعلى كل والدين أن يعرفوا أنهم هم القادة لطائرة العائلة. على افتراض أن يعني خلينا نتخيل أني أنا قاعد في الطيارة وفجأة يخرج الكابتن ويطلب مني مساعدته في يعني في اتخاذ قرار، أنه جاي طيارة أمامه، هل أنزل ولا أطلع ولا أروح يمين أو أروح يسار ولا كيف أتصرف. أنا كراكب في الخلف، لا، هذا السؤال أو هذا الطلب يوترني ويحسسني بعدم الأمان. نفس الفكرة تنطبق على الأسرة. المفروض أنه في الطيارة الكابتن يسوي اللي عليه بدون ما يناقش أي أحد، هو يعرف شغله وهو يعرف متى يطلع يصعد، متى يهبط، متى يتجه يمين، متى يتجه يسار، متى يوقف الرحلة، متى يعود. كل القرار يتخذه الكابتن لوحده بدون أي تدخل من الآخرين. وكذلك قيادة الأسرة تكون على الوالدين بشكل كلي، وعليهم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وعليهم استخدام هذه السلطة
بمسؤولية كبيرة. والتدريب دائما يوصل إلى الكمال. الكمال غير مطلوب من كل الناس أو من كل الوالدين، وإنما مع التدريب نسعى للوصول إلى الكمال. ولعلينا أن ندرك أن كل الأطفال لديهم مشاكل سلوكية، سواء كانوا مشخصين أو غير مشخصين. ابنك طبيعي عنده مشاكل سلوكية، ابنك مشخص توحد، مشخص فرط حركة، مشخص اضطراب مسلك، مشخص أي نوع من الاضطرابات، فهو لديه مشاكل سلوكية. وكذلك كل الآباء يرتكبون أخطاء، فعلينا أن نقبل بعضنا البعض، وعلينا أن ندرك أهمية هذا الموقف، وبالتالي نتصرف بمسؤولية. والعملية التربوية هي عملية متعبة جدا ومكلفة، وكثير منا يعرف هذا، ولمن لا يعرف عليه أن يتنبه إلى هذا، إنه هذه العملية متعبة جدا. لذلك أنت تبني أمة، فعليك أن تكون على قدر المسؤولية. ومن الأشياء التي تساعدك لتحمل هذه المسؤولية هو أن تستمتع بالعملية التربوية. الاستمتاع بالعملية التربوية أساس مهم جدا. طيب، نأتي إلى أساسيات اللعب مع الأطفال. أولا نريد أن نقول أن اللعب مع الطفل ضروري جدا، وهو ليس مضيع للوقت كما يعتقد البعض. فالطفل اللعب مع الطفل يمنح الطفل فرصة لمعرفة نفسه ومعرفة إمكانياته وكيف يتعامل مع البيئة من حوله، حتى وإن كان لديه إمكانيات معينة، قوة بدنية، ذكاء، القدرة على حل المشكلات وما إلى ذلك. فاللعب هو المكان الوحيد الذي يبدي فيه الطفل يعني هذه المهارات كلها. واللعب مدرسة يتعلم فيها الطفل كثير من المهارات، ولا بد أن يأخذها الطفل بالطول والعرض. بعض الآباء يعني يستكثر على طفله حتى اللعب، ويطلب منه مهام تكون أكبر منه، مثلا كالفعل الدارج عندنا مثلا كمجتمعي، نبغى الطفل يصير رجال، نبغى يصير رجال. الرجولة مرحلة والطفولة مرحلة، والطفل لكي يصل إلى مرحلة الرجولة لابد أن يستكمل مرحلة الطفولة بكامل أبعادها، وأهم بعد في أبعاد الطفولة هو اللعب. ولذلك اللعب غريزة لدى الأطفال، نحن نستطيع كوالدين يعني نساعدهم لكي تطور هذه الغريزة ولا تتلاشى مع الوقت. اللعب يولد علاقة حميمية مع الطفل، ويخلق علاقة وطيدة بين أفراد العائلة عندما يجلسون مع بعض ويلعبون. وكذلك يولد المشاعر الإيجابية التي تساعد في تخفيف حدة المشاكل عند حدوثها. لأني أنا اليوم قاعد ألعب معك، بكرة لو صارت مشكلة وصرت أنت خصمي، فحتذكر المواقف الجميلة اللي كنا قضيناها بالأمس، سواء هذه الخصومة كانت بين الوالد وابنه، أو الأم وابنها، الأم والأب، أو حتى الأبناء فيما بينهم. فاللعب يساعد في تخفيف حدة هذه المشاكل. كذلك اللعب يمكن الطفل من حل المشكلات وإنشاء الأفكار والتجارب والتخيلات وتحفيز عملية التفكير لديهم. واللعب مع الأطفال يطور لغتهم ويزيد حصيلة الكلمات لديهم، مما يساعد في تطوير مهارات التواصل والتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم واحتياجاتهم، وسنأتي إلى بعض التفاصيل في هذه النقاط. طيب، اللعب يعلم الطفل المهارات الاجتماعية كما ذكرت لكم. وكذلك عندما تستجيب لطفلك في اللعب معه، ذلك يشعره بقيمته عندك ومحبتك له، ويزيد ثقته بنفسه. فلذلك كثير من الأطفال يطلب من الوالدين أو الكبار بشكل عام أن يلعبوا معه. والدراسات أثبتت أن لعب الوالدين مع أطفالهم يزيد من إبداعهم ويقلل من المشكلات السلوكية لديهم. وللأسف في الواقع أن كثير من الآباء لا يلعبون مع أطفالهم بحجة العمل، أو أن هذا يضيع الوقت، أو عدم معرفة كيف يلعب مع طفله، فلذلك يتفادى هذا الأمر. وإن شاء الله اليوم نتعلم كثير من المهارات اللي تساعدنا كيف نتعلم فيها نلعب فيها مع أطفالنا. أولاً، أثناء لعبك مع طفلك نفذ تعليمات طفلك. بعض الآباء يجي وبعدين يملي شروطه ودروسه على طفله وهو بيلعب، يلعب كذا، سوي كذا، لا تروح، تعال، قدم هذه، رجع هذه، يعني إلا يبغى يتعلم كيف يلعب بشكل صحيح. وهذا يجعل من اللعب مجرد يعني محاضرة أو مصدر للتعليمات أو أوامر قاعد ينفذها الطفل بناء على كلام أبوه أو أمه.
وهذا يفقد الحماس والاستمتاع باللعب، لذلك تجد الطفل مباشرة ما عاد يدور إنه يلعب مع أبوه مرة ثانية. أثناء اللعب لا تحاول أن تعطي دروسا لطفلك، ولا تحاول تعليم طفلك أي شيء، لا تعلم طفلك أي شيء، فقط راقب، فقط راقب ما يفعل الطفل، وافعل مثله، قلده، أو نفذ حتى ما يطلبه منك. فهو في الأخير لعب، يعني أنت كأب ما أنت يعني ما في شيء تخسره وأنت تلعب مع طفلك. فلذلك إذا نفذت أوامر طفلك ما حيكون بالنسبة لك مشكلة، بل حيكون فرصة كبيرة للطفل بحيث إنه يعني يكتسب ثقته بنفسه. وأنت مع اللعب سوف تكتشف أن هذا أفضل بالنسبة للطفل، إنك تمشي على كلامه وتنفذ أوامره، وتجعل الطفل يحب اللعب وينغمس فيه، ويعطيك الفرصة أيضا كوالد أو كأم لترى إبداعات طفلك، وذلك أيضا يقوي قدرة الطفل على اللعب والتفكير بشكل مستقل. النقطة الثانية، عندما تلعب مع طفلك لا تسرع خطوات اللعب، أو اجعل خطوة اللعب سرعة اللعبة موافقة لطفلك. يتذمر مثلا كثير منا عندما يكرر الطفل نفس اللعبة 100 مرة، أو عندما يكون الانتقال من مرحلة إلى أخرى أبطأ مما يتوقع الأب، أو عندما يقرأ الطفل القصة مرة بعد مرة بعد مرة. يعني أنت كل يوم تقرأ هذه القصة خلاص يكفي، هذا موقف الأب. لكن تكرار اللعب، تكرار اللعبة وتكرار قراءة القصة وتكرار الأمر في كل مرة، وحتى البطء في الانتقال من مرحلة إلى أخرى، يمكن الطفل من إتقان هذه اللعبة، ويمكنه من إتقان القصة، ويمكنه من إتقان القراءة، ويزيد ثقته بنفسه، ويزيد ثقته بقدرته على أنه قادر على إنجازه. لذلك دفع الطفل للعبة جديدة أو مستوى أعلى قد يفقده الثقة، ويجعله يتجنب اللعب مع الوالدين، لأنه يشعر باليأس والحزن، وأن هذا اللعب هو عبارة عن تحدي، وهو فشل في هذا التحدي. وكذلك يشعر بأنه أنا غير قادر إني أجعل أمي وأبوي سعيدين، أو غير قادر على تلبية مطالبهم، فلذلك أتجنب إني ألعب معهم. فعلي أنا كأب أو كأم أن أتأكد من أن مستوى سرعة اللعبة يناسب الطفل. طبعا نحن نتكلم عن أعمار مختلفة من الأطفال، امنح الطفل المزيد من الوقت حتى يستوعب اللعبة ويتخيلها تماما ويتقنها، لا تحاول دفعه أبدا، واجعله يختار المناسب لكي ينتقل من مستوى إلى مستوى آخر، أو حتى من لعبة إلى لعبة أخرى، لأن تخفيف سرعة الانتقال يزيد من انتباه الطفل، ويحفزه على التركيز أكثر، ويحفزه على الجلوس في النشاط الواحد مدة أطول. وهذا طبعا مطلوب، ربما الوالدين اللي عندهم آباء أو أبناء لديهم فرط حركة وتشتت في الانتباه يدركون مدى هذا الأمر، أن يبقى الطفل مركزا في نشاط واحد لمدة أطول. رابعا، كن منتبها للإشارات التي يرسلها طفلك. كل طفل لما يلعب مع أبوه عنده رسالات معينة. يعني هذا يعني الرسالة قد تكون إنه هذه اللعبة أنا أحبها، وهذه اللعبة أنا خلاص صرت محترف فيها، أو إني أنا أحتاج مزيد من الوقت إني أقعد فيها عشان أسويها، أو إنه قد تكون الرسالة مثلا اتركني الآن، أنا خليني أجرب بنفسي، لا يعني لا تتدخل الآن، أمنحني مزيدا من الوقت. لذلك يعني قد يخطئ بعض الآباء في التحمس في شراء ألعاب أعلى من مستوى الطفل النمائي. يعني نحن نعرف إنه الآن كثير من الألعاب صار لها أعمار محددة، فإذا طفل عمره 5 سنوات اشتري له لعبة عمره 8 سنوات، تكون هذا يعني تكون مستوى اللعبة أعلى منه، أعلى من تفكيره، فهذا يؤدي إن الطفل يتذمر، يرفض اللعبة، يكسرها، لا يعمل بها بشكل جيد، أو إنها تسبب له تحديا كبيرا. لذلك نمنح أطفالنا خيارات مختلفة بشكل متكرر أو بشكل دوري، حتى يبدون رغبتهم في لعبة معينة، ويمنحوا يعني يقضون فيها وقتا أطول. ويمكن أن نشارك الطفل في اختيار اللعبة. طبعا اختيار اللعبة مهم جدا، فعندما يعني أخذ ولدي وأوديه محل ألعاب ثم أفتح الباب على مصراعيه يختار ما يشاء، هذا أمر غير صحيح. أو إني أجيب لولدي أكثر من لعبة، أعطيه مثلا 5 6 خيارات وهو لسه عمره 3 4 سنوات، هذا الأمر أيضا غير صحيح.
إلى سن 10 سنوات أستطيع أن أخير الطفل بين خيارين دائما دائما، عندما أعطي الطفل خيارات لا تزيد عن خيارين، إما هذا أو هذا، اختر هذا أو هذا، وكلا الخيارين أنا متأكد مسبقا، أنا معدهم مسبقا ومتأكد أنهم يناسبون قدرة الطفل ويناسبون عمره ويناسبون إمكانياته، فلذلك أنا أشارك الطفل اختيار بإيجابية، ونعطيه بعض الوقت يفكر ويكتشف الأمر بنفسه، وحتى لو اختلف شكل اللعبة تماما ما في مشكلة. طيب لما ألعب مع طفلي أتجنب الصراع على الأفضلية، لأن أنا ماني قاعد أفوز عليه ولا أهزمه، لا، ليس بالضرورة إني أنا أكون أنا الأول أو هو يكون أو إني أنا أفوز عليه، لأن أنا قاعد أعلمه من عن طريق هذا اللعب، ما يكون هدفي إني أفوز عليه بقدر ما يكون هدفي إني أعلمه كيف يلعب. طيب فحتى لو أنا هزمت نفسي عشان هو يفوز ما في مشكلة، بل بالعكس هذا يحببه في اللعب أكثر. أهم قاعدة في اللعب هي تدعيم شعور الكفاءة والاستقلالية لدى الطفل، وتوفير فرص التحكم والقوة والأفضلية لدى الطفل. تدعيم شعور الكفاءة لدى الطفل والاستقلالية هذه مهمة جدا، لأنه الطفل إذا انهزم مرة ومرتين وثلاثة وكل مرة أنت اللي تفوز، خلاص أنت كبير أنت اللي دائما تفوز، هو بالنسبة له الموضوع يعني مفروغ منه، أو إنه يبطل يلعب معاك لأنه اللعب ما صار ممتع، دائما هو بيحزن، يتجنب إنه يلعب معاك، أو إنه يتعلم إنه أنا لما ألعب لازم أنا اللي أفوز. طيب أو يعني يكون هو كل الأطفال بطبيعتهم يبي يفوزوا، لكن إني أكون لازم أنا اللي أفوز حتى لو كنت خسران، هذا حيولد مشاكل أخرى لدى الطفل، لأن اللعب هو المكان الوحيد الذي يشعر فيه الطفل بالقوة والتحكم، وربما يفرض قوانينه الشخصية حتى على اللعب، فلذلك إذا فقد هذا الأمر دائما حيكون يشعر إنه اللعب بالنسبة له صراع وليس مكان للاستمتاع. طيب فمهمتي أنا إني أساعد ولدي أو طفلي في فهم هذا الأمر، وحتى لو كان هو اللي يفوز في كل مرة، ومو مشكلة إنه يعني أنا بفوز عليه، ربما بعض الآباء يقول خليني أفوز عليه عشان يتعلم كيف يتقبل الهزيمة، إذا كان طفلك صغير خليه يفوز ما في مشكلة، حيتعلم يتقبل الهزيمة في مواقف أخرى مو في هذا الموقف اللي أنت قاعد تلعب معاه فيه. وكثير من الأطفال يستمتعون باللعب مع الكبار، سواء كانوا الكبار هؤلاء والدين أو غيرهم، طالما إنه هو ملك الموقف، طالما إنه هو اللي يفرض قوانينه، وطالما إنه هو المتحكم وفي الأخير يفوز، فيشعر إنه أنا فزت على هذا الكبير، فأنا كويس، أنا قوي، أنا شاطر إلى آخره. فلذلك نحن ككبار لابد أن نعطيهم هذه الفرصة. طيب ممكن نتوقف هنا دقيقة أو دقيقتين للأسئلة؟ السلام عليكم جميعا، الصوت واضح؟ اي نعم واضح، معلش تفضلوا. انا عندي استفسار للدكتور، ممكن نخليه الان ولا نخليه بعد اللقاء؟ تفضلي الدكتور، اعطى مجال حاليا لمدة دقيقتين للاتصال. اوكي مشكورة. عندي طفل عمره 6 سنوات لا يقبل الخسارة بشكل نهائي، يعني اي لعبة فيها تحدي لا يقبل لا يقبل، إذا خسر تعال شوف كيف الحالة، جدا بكاء شديد، عصبية، يرمي الأشياء، كيف نتعامل مع الحالة اللي زي كذا؟ مع العلم عمر الطفل 6 سنوات. طيب شكرا لسؤالك، سؤال مهم جدا الحقيقة. يعتمد أول شيء نقول بالنسبة لعمر الطفل، هل هو طفل طبيعي أو لديه بعض الاضطرابات، هذا السؤال، هذه النقطة الأولى، لكن أنا هفترض أنه طفل طبيعي ليس لديه اضطرابات أخرى. أيوة طبيعي. أوكي، نحتاج أولا لما يلعب مع مين، يلعب مع كبار أو يلعب مع أطفال في سنه، هذا الشيء الأول. الحاجة الثانية لما يكون اللعب مع كبار، نحن ممكن يعني نخلي اللعب على مراحل، المرحلة الأولى الثانية الثالثة، يكون الكبير يفقد فيها يخسر فيها أو يخسر نفسه متعميا زي ما ذكرنا قبل شوية، المرة الأولى والثانية، في كل مرة يقدم الطفل أي مهارة أو يبدي أي لعبة بشكل جيد، يمدح الطفل. طيب
لابد أني أمدح الطفل باستمرار أثناء اللعب، وإذا أخفق في أي حاجة أو أي خطوة من الخطوات لا يعني أنه يعني أنا أقدم له المديح برضو بشكل جيد وأقول له أنت أخفقت في هذه الحركة لكن أنت سويتها بشكل جيد مختلف، ألفت انتباهه إلى الأداء ولا ألفت انتباهه إلى النتيجة. أنا أشجع الأداء لا أشجع النتيجة، فأنت أداءك كان كويس وأنت فزت، وأنت أداءك كان كويس ومع ذلك خسرت، فما في مشكلة في هذه النقطة. طبعا أنا لما ألعب معاه كطفل كبير، عفوا ككبير كرجل كإنسان كبير وأنا ألعب مع هذا الطفل، أقسم اللعبة دائما إلى مراحل، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وما يمنع إننا نعيد المرحلة الأولى مثلا مرتين ثلاثة، أنا أتقبل فيها الهزيمة في كل مرة، وأنا أشرح لنفسي مثلا أو أوه أنا خسرت لكن عادي ما في مشكلة إنه الواحد يخسر، يلا أنت فزت مبروك عليك، وبعدين نلعب مرة ثانية وأنا أخسر أوه أنا خسرت لكن ما في مشكلة إن الواحد يخسر. هذه رسائل متكررة يتعلم من خلالها الطفل إنه ما في مشكلة في الخسارة. ثم إذا انتهينا اليوم الأول والثاني والثالث، طبعا هي مسألة لا تحل في يوم وليلة لكن تأخذ يعني على مدار الوقت، ونحن نلعب معه ونعلمه إنه الخسارة ما في منها مشكلة، ثم بعد ذلك أخوه الثاني يفوز ونحن نخسر ما في مشكلة، أخته الثانية تفوز ونحن الباقيين نخسر وبرضه ما في مشكلة، ثم إذا جاء دوره في الخسارة حيعرف يتعلم كيف يتقبل الخسارة. طيب، وحتى ما نتوقع منه أن يتقبلها من أول مرة لكن ندعمه ونعطيه الدعم النفسي والتشجيع بأنك أنت ما شاء الله كسبت مثلا 10 مرات وهذا دليل أنك أنت كويس وأنت شاطر وأنت متقن للعبة وأنت ذكي، لكن ما يمنع أنه الإنسان يخسر مرة ثانية. شوف أنا كبير وخسرت، والتاني أمك مثلا كبيرة كمان خسرت، وابن خالتك برضو خسر، فعادي يعني. طيب، ونواسيه من هذا الشيء من هذه الناحية. بصراحة سؤال جيد، يعني هو إجابة لكثير من النقاط اللي نحن حنتكلم عليها الآن في الفترة الجاية. طيب، أعود مرة ثانية لنقطة المدح والتشجيع، لأن المدح والتشجيع دائما مهم جدا لجميع الأطفال بلا استثناء، سواء فاز أو خسر، سواء أدى اللعبة بشكل جيد أو لم يؤديها بشكل جيد. أنا ككبير عندي القدرة إني ألفت انتباهه لأقل نقطة حسنة سواها، فلا بد اني امدحه واشجعه يعني بلا مبالغه. تشجيع الطفل طبعا حسب عمر الطفل، لكن ما يمنع اني كل 5 دقائق اشجع طفلي على اي حركه سواها حتى لو كانت الحركه عاديه يعني، لكن اقول له ممتاز ما شاء الله عليك، عرفت تلعبها، عرفت تسويها بشكل صحيح، هذا يعزز ثقته بنفسه. لانه لما يخسر لا انا عندي ثقه اني انا كويس، مو معنى ان خسارتي تعني الانهيار، لا الخساره تعني هي مجرد نتيجه واللي يهمني انا الاداء. ولذلك ننصح الآباء دائما، يعني أنا أسأل كم مرة وجدت نفسك تصحح أخطاء طفلك أثناء اللعب؟ كم مرة وجدت نفسك تصحح أخطاء طفلك؟ لا تصحح أخطاء طفلك، أنت مثلا تقول له لا تسوي كذا سوي كذا، ها إذا سويت كذا ما راح تفوز، سوي كذا، هذه كذا تلعبها بالشكل الصحيح، لا تلعبها بهذا الشكل الخاطئ، افعل ولا تفعل، اترك ولا تترك، هذه الأوامر تهز ثقة الطفل بنفسه، لأنه في كل مرة يحاول يرضيك ويركز على إرضائك كأب أو كوالد أو كشخص كبير ولا يركز على أدائه في اللعب، وهذا يعني يجعل الطفل حذر، حتى يعني حذر في اكتشافه لنفسه، حذر إنه يجرب حاجة جديدة، حذر إنه يجرب تجربة جديدة، لأنه عارف إنه النتيجة ما راح ترضي الكبار، ما راح ترضي أبويا. وكذلك يتعلم كيف ينتقد الآخرين، حتى لما يلعب مع أطفال معاه يبدأ يصحح لهم لا تسووا كذا وسووا كذا، وهذا يعني يخلي الأطفال الثانيين ينفرون منه، ويتعلم كيف ينظر إلى النقاط السلبية دائما ولا ينظر إلى النقاط الإيجابية. فلذلك لا تحكم على طفلك ولا تصحح له ولا تنتقده في اللعب، استمتع فقط، المراد هو الاستمتاع وليس النتيجة. فلذلك عندما تمدح طفلك كل 5 دقائق هو يعني يشعر بأهمية الأداء، يشعر بأهمية الأداء، وحتى لو خسر ما في مشكلة، لكن أهم شيء أنا إني أديت بشكل كويس، النتيجة ليست هي المقصودة في الفترة الحالية. وأنا ككبير ليس بالضرورة أن يكون لعب الطفل منطقي بالنسبة لي، حتى لو جاب الطفل قوانين جديدة في اللعبة قل أوه كويس هذه قوانين جديدة، هذه القوانين حقتك أنت يا فلان، أو هذه قوانينك الخاصة بك أنت يا فلانة، وكويس إننا نلعبها، يلا علمينا قوانينك، مثلا
أنا بلعب مع ابنتي وعندها في صورة زرافة فلونتها بلون أزرق، لا الزرافة لونها أصفر، أمسح اللون الأزرق ولوني لون أصفر. ليش؟ لا ما في مشكلة، أنت زرافتك لونها أصفر، عفوا أنت زرافتك لونها أزرق وهذا شيء جميل، أنا زرافتي لونها أحمر بينما الزرافة الحقيقية لونها أصفر، فنحن حنمشي على قوانينك أنت بزرافتك اللي لونتيها بهذا اللون. وهكذا دائما نجد نبحث عن نقاط إيجابية سواها الطفل عشان أمدحه عليها، دائما أجي أبحث عن أفكاره وعشان أشجعه عليها، دائما أبحث عن السلوكيات الحسنة أشجعه عليها. بهذه الطريقة يتعلم الطفل التركيز والانتباه على الجد والمثابرة والعزيمة، الإصرار، التعاون، الثقة بالنفس، وينسى إلى حد كبير نتيجة اللعب نفسه. طيب طبعا هنا نحن نتكلم عن مدرسة متكاملة، مدرسة متكاملة نشجع فيها الطفل، نعلمه التفكير والإبداع، ليس هناك صراع على الأفضلية، ونركز على الإشارات اللي هو يسويها ونمشي على قوانين، وهذه مدرسة متكاملة. أما إذا علمناه فقط التركيز على النتيجة فحيكون بالنسبة له النتيجة زي ما ذكرت الأخت ذات في سؤالها، وإذا خسر فمعناها انتهت عند الدنيا كلها. كذلك أنا أقول شوف هذه المهارات اللي نحن بنذكرها الآن كلها يقتلها جهاز واحد وهو الجوال مثلا أو الألعاب الإلكترونية. لا لن يكون هناك فرصة لمزاولة هذه المهارات كلها إذا كانت اللعبة إلكترونية أو كانت اللعبة على الجوال يلعبها الطفل بنفسه لوحده أو كانت أونلاين يلعبها مع أطفال آخرين. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى، شجع طفلك على فهم المشاعر العاطفية من خلال اللعب التخيلي. اللعب التخيلي دائما يساعد الطفل على بناء عالم تخيلي، تفكير إبداعي، يساعده إنه يحكي قصص ويساعده على تعلم المشاعر ومشاركتها مع الآخرين والتحكم فيها. طبعا مهم جدا التحكم في المشاعر، مشاعرنا اللي نتقلب فيها يوميا من الفرح وحزن وغضب وزعل وإحباط وما إلى ذلك، إذا ما كان عندنا تحكم فيها هذه مشكلة. فلذلك اللعب هذا مثل اللعب التخيلي والقصصي يساعدنا في التحكم في مشاعرنا، يساعدنا في التعرف على مشاعرنا أساسا قبل التحكم فيها. فيتعلم الطفل من اللعب التخيلي تمثيل الأشياء، يمثل إنه هذه الكاسة هي الأسد، ويمثل إنه هذه العروسة هي أخته الحقيقية مثلا، فيبدأ يتعلم يعني يلعب معاها على إنها شخصية حقيقية، يجيب كراسي ويحطها كده على إنها فصل، ويبدأ يلعب تخيليا على إنه في مدرسة وأنه هذا الكرسي الكبير هو المعلم وما إلى ذلك. ويبدأ اللعب التخيلي لدى الأطفال من سنة ونص تقريبا، أو ما بين سنة ونص إلى سنتين، يظهر بشكل كبير جدا بعد السنة الثالثة، ويستمر إلى منتصف الطفولة، يعني نتكلم ما بين 5 إلى 7 سنوات أو 8 سنوات، ثم يبدأ تدريجيا في التلاشي إلى أن يبلغ الطفل. فمن المهم جدا دعم وتشجيع هذا النوع اللعب التخيلي لدى الطفل، وهذا يساهم بشكل كبير جدا في تنمية القدرات المعرفية والعاطفية والسلوكية. ياما يعني كم مرة جبنا صندوق مثلا وسويناه كأنه بيت ونحن صغار ودخلنا فيه بنلعب إنه هذا بيتنا الجديد وننام فيه ونصحى، يعني نجيب الكراسي أو المخدات نحطها على إنها هي حواجز ونقعد ننط من فوقها. هذا لعب تخيلي جميل جدا يتعلم الطفل، يساعده في تنمية مهاراته بشكل كبير، سواء مهارات عضلية، مهارات فكرية، مهارات سلوكية جيدة يتعلم منها. طيب وهذا التمثيل أيضا يساعد الطفل على معرفة المخلوقات التخيلية حتى الشخصيات الكرتونية، يساعد الطفل في تخيلها بشكل كبير جدا وخيال واسع، لا يعني لا أفق له. كذلك في نوع من العلاج في الطب النفسي اسمه العلاج باللعب، وهذا العلاج مبني بشكل كبير على التخيل، لأنه نحن نعرف إنه خيال الطفل واسع، فعندما يتعرض الطفل لأي مشكلة نفسية يمكن أن نأتي من خلال الدمى، من خلال الألعاب الأخرى، نساعد الطفل على شرح المشكلة من خلال التخيل أو باللعب التخيلي ونكتشفها، وهذا نوع من العلاج معروف
يعني إذا كنا نستخدمه في علاج مرضى فمن باب أولى الأصحاء إنهم يستفيدون منه بشكل كبير جدا في تنمية مهاراتهم وحل مشكلاتهم وتجاوز الأزمات. استمع بكل تقدير وامتنان لطفلك، كن مستمعا جيدا لطفلك أثناء اللعب، اجعل طفلك موضع الاهتمام. أنا اهتمام الطفل نفسه وليس أداؤه، أركز على عفوا اهتمام وليس نتيجة أداؤه أو جودة أداؤه في اللعب، وإنما يهمني الطفل. إنه لو فرض قانون أستمع له، لو غير قانون اللعبة برضو أمشي معاه، أستمتع وأنا أشاهد إبداعاته وأفكاره الجديدة وأنزل معاه وأشجع عليها وألفت انتباهه إلى بعضها، لأنه وقت اللعب هو الوقت الوحيد الذي يشعر الطفل فيه بأنه موضع اهتمام وهو المتحكم وهو المسيطر كما ذكرنا سابقا. وكذلك أثناء اللعب أنت كأب تستطيع أن تمدح طفلك بدون قيد وبدون شرط. امدحه على أي شيء يسويه، كل دقيقتين امدحه، كل 5 دقائق امدحه، حتى لو الشيء اللي سواه ما يستاهل مديح، لكن كونك تظهر له الامتنان بدون قيد بدون شرط، هذا يؤثر فيه ويبني علاقة قوية جدا جدا بينك وبين طفلك، حتى فيما بعد لو أمرته بأمر معين أو وجهته توجيه معين حيتقبله بصدر رحب وبشكل كبير جدا. من المهم كذلك ونحن نلعب مع الطفل إننا نستخدم جمل تعبيرية للتعليق، نعلق على الموقف بدل من أن نوجه أسئلة. ماذا تعمل؟ إيش هذا؟ هذا الحيوان من فين جبته؟ فين راح؟ من فين جاء؟ كذا. يعني بعض الأسئلة خصوصا لما أنت تعرف الإجابة، الطفل يعني يفهم أنك أنت تعرف هذا الحيوان أنه أسد، فأنت ليش تسأله أنه إيش هذا الحيوان مثلا؟ فكذا فهو يعني يشعر أنه هو قاعد يختبرني، أبويا أو أمي بتختبرني أو تمتحني أو بتأمرني، أنت جاية تلعبي معايا ولا جاية توجهي لي أوامر وأسئلة واختبارات؟ فرق كامل بين اللي يوجه مثلا، خلينا نقول حوار بين الطفل والأب. إيش هذه؟ هذه زرافة. أوه، هذه زرافة، أنت تعرفها إن هذه زرافة. جيد، إيش لونها؟ لونها زرقاء. أوه، زرافتك لونها زرقاء، هذه زرافتك جميلة جدا، وأنا أحب الزرافة الزرقاء ونفسي أشوف زرافة زرقاء. طيب كيف نلعب مع الزرافة الزرقاء؟ نلعب بها بهذا الشكل، وهذه زرافة أحمد مثلا. خلاص كلنا نعرف في أثناء اللعبة إنه هذه زرافة أحمد الزرقاء، وندخل معاه في خياله إلا باللون الأزرق. طيب أما إذا جينا قلنا له أنت تعرف إنه الزرافة لونها أزرق ولا لونها أحمر؟ حيبدأ يعني يقف كذا ويتراجع، وهل أنا سويت صح أم خطأ؟ وهل أبويا جاي أو أمي جاءت تلعب معي عشان تقيمني وتقيم لعبتي أو لا؟ يعني تختلف الفكرة تماما. فالأفضل توجيه تعليقات بدل توجيه أسئلة. نقول مثلا أنت وقفت الزرافة في الإسطبل حق الزرافات، وهذا المكان اللي هي تنام فيه وتصحى فيه وتلعب فيه وتجيب صغارها وتلعب معاهم وكذا. التعليقات أفضل بشكل كبير من توجيه الأسئلة. أنت وقفت السيارة في الموقف والآن هي واقفة في المحطة عشان ما فيها بنزين، لازم نعبيها بنزين، وهكذا. طيب قد يشعر بعض الآباء يعني إنه أنا إيش قاعد أسوي، يعني كأني أتصرف تصرفات غير طبيعية. إذا جاك هذا الشعور فأنت في الطريق الصحيح. هذا الشعور يخالج أي أب لا يعرف كيف يلعب مع أبنائه أو أي أم، لكن بمجرد تجربتها مرة بعد مرة بعدين يصير الأمر مستساغ بالنسبة لك، واستخدام الجمل التعبيرية لا قد لا تكون حاضرة في ذهنك من المرة الأولى، ولكن مع مرور الوقت والتمكن من احتراف اللعب مع الأطفال ستجد هذه الجمل حاضرة بشكل أكبر. طيب استخدام الأسلوب الأكاديمي أثناء اللعب مع الأطفال، أقدر أستخدم عبارات جيدة مثلا أنسبها للزمان والمكان والوقت والساعة. مثلا أنت وضعت الصندوق الأصفر بجانب المربع الأزرق فوق المنزل تحت السقف بجانب السيارة الأخرى، وهذه السيارة الحمراء جاءت أولا ثم يتليها السيارة الزرقاء، وها مثلا وهنا في الشارع السيارة تقف
واحدة تلو الأخرى هذا العود الأيمن أطول من العود الأيسر، العود الذي الأزرق أقصر من العود الأحمر، ممكن نعلم الأشكال، هذا مستطيل وهذا مربع وهذا معين، ممكن نعلم الأرقام وهذا شائع جدا، معظم الأطفال يعدون من 1 إلى 10 وما إلى ذلك. هذه مهارات أكاديمية يتعلمها الطفل سنة ورا سنة ورا سنة إلى أن يصير جاهز لدخول المدرسة. وهذا النوع من العبارات يزيد في الحصيلة اللغوية لدى الطفل، يعرف كيف يستخدم الكلمة المناسبة في المكان المناسب، يعرف يفرق بين فوق وتحت. يعني ذلك نشجع الآباء دائما على استخدام مثل هذه العبارات، أما هذا وذاك وشيل ده وودي ده وجيب ده، يعني هذه الكلمات الدارجة اللي دائما نستخدمها كذا كلها بأسماء الإشارة المبهمة، حتى الطفل يكون يعني محتار، الأب يناديه يقول له جيب هذا، إيش هذا؟ طيب أنت إيش تقصد؟ هذا في أشياء كثير قدامي، أي واحد فيهم، هل تبى التكاية ولا تبى المخدة ولا تبى الجوال ولا تبى المفتاح ولا تبى؟ فتسمية الأسماء تسمية الأشياء بأسمائها مهم جدا لتنمية مهارات الطفل اللغوية. نأتي الآن إلى التدريب العاطفي وتعليم العواطف لدى الطفل. طبعا نحن لما نلعب مع الطفل لابد تظهر علينا مشاعر، مشاعر الحزن، مشاعر الفرح، مشاعر الاستمتاع، مشاعر الحماسة، مشاعر الفخر، مشاعر الثقة، القدوة. هذه المشاعر اللي تظهر على طفلك دائما علق عليها وقول له انت الان مبسوط، انت الان فخور لانك فايز، انت الان تشعر بثقه بنفسك لانك اتقنت اللعبه، لانك اتقنت المهاره، لانك تبدو الان هادي مرتاح سعيد متشوق، انت الان فضولي قاعد تدور ايش السبب اللي خلاك ما تنجز هذه المهمه مثلا. اوه شوف اخوك كيف متحمس وهو بيلعب، واثق من نفسه، فخور بنفسه، محبط، متوتر، قلق، إلى آخره من المشاعر. كوني أسمي هذه المشاعر لابني هو بيتعلم إنه يربط الكلمة مع الشعور اللي يشعر فيه. طيب، ودائما يعني أستخدم كلمات متعددة لوصف مشاعر مختلفة، فأنا بعلمه كيف يعبر عن مشاعره، أول شيء يتعرف عليها، عفوا أنا بعلمه كيف يتعرف على مشاعره، بعدين أعلمه كيف يعبر عنها، ومن ثم أنا لما أجي أقول له أنت الآن يعني أنت الآن سعيد ما شاء الله أو تشعر بالسعادة وأنا مثلك أشعر بالسعادة عشان أنت سعيد أنا كمان سعيد، فهنا في مشاركة، ترى مشاعرك بتنتقل إلى الآخرين. هذه رسالة غير مباشرة يتعلمها الطفل وتساعده أصلا أيضا في التعرف على مشاعر الآخرين، تساعده في معرفة أنه أنا مشاعري الشخصية عندما أظهرها يكون لها أثر على الآخرين. طيب، وكذلك استطيع اني اعلمه مثلا شعورين متضادين، اذا كان زعلان اقول له اوه انت الان زعلان مثلا لانك ما فزت، لكن ما في مشكله، خلينا نسترخي ونهدى شويه. فعندي شعور الهدوء والاسترخاء وشعور الحزن. فهذه شعورين متضادين يتعلمها الطفل، اني لما اكون حزين لابد اني اهدى، لما اكون محبط لابد اني استرخي عشان استعيد طاقتي مره ثانيه والعب مره ثانيه وافكر مره ثانيه عشان أتجاوز هذه المشاعر اللي أشعر بها. فنساعد الطفل على معرفة مشاعره والبوح بها والتواصل مع الآخرين، كذلك يعني نعلمه كيف يتعرف على مشاعر الآخرين. شوف أخوك ما شاء الله كيف كده مبسوط لأنه فاز، أو شوف أخوك أو أختك هذه مبسوطة لأنك لعبت معاها، وهل تقدر تقول لها شيء؟ تقول لها مثلا إنه ما شاء الله عليك أنت مبسوطة وأنا مبسوط عشانك، أنت مبسوطة أنا فرحان لفرحك أو زعلان لزعلك. لو فازت تقدر تشكر أو تمدحها تقول لها مبروك. فنعلمهم كيف حتى مهارات التواصل مع الآخرين، وهذه مهمة جدا في اللعب الجماعي. لما يلعبوا لعب جماعي مهارات كثير في اللعب الجماعي، يتعلم دوره، ينتظر، يحاور، يطلب بأدب ولباقة، يقول شكرا، يقول لو سمحت من فضلك، يصبر إلين يجي الدور، مساعدة الآخرين اللي يحتاجوا إلى مساعدة. ثقافة المدح والاعتذار وغيرها من الثقافات تنتشر كثير في اللعب الجماعي، وأنا أقدر أعلم طفلي هذه من السنوات الأولى من عمره، من عمر 3 سنوات و4 سنوات وما إلى ذلك. ممتاز، شكرا لك إنك ساعدت أختك الصغيرة إنها تجمع المكعبات في الصندوق. شوف أخوك الصغير أو أختك الثانية جابت لك اللعبة حقتك لين حدك، ايش تبي تقول لها؟ نقول لها شكرا، واو شكرا لك، هذا
هذا شعور جيد منك، هذا أخلاق حلوة منك، هذا تعامل طيب منك إنك تقول هذا الأمر. وحتى لما نلعب مع أصدقائه في النادي، في الشارع، في الحارة، في أي مكان، في المدرسة، ممكن نحن نعلمه إنه يمدحهم. فإذا فاز صديقه يروح يبارك له إنه فاز، يقول له مبروك. وحتى لو كان هو الطرف المهزوم ما في مشكلة، نتعلم ننصح، يعني نتعلم نمدح الآخرين ونهنئهم ونفرح لفرحهم. طيب، آخر محورين وهضطر إني يعني أستعجل فيهم شوية عشان الوقت، نعطي فرصة أكبر للأسئلة. شجع طفلك على حل المشكلات باستقلالية. تدخل الآباء لحل مشكلات أبنائهم يزيد الأمر تعقيدا في الغالب، أو إنك تتدخل عشان تحل عنه اللعبة، أو يعني تيجي تبي تعلمه كيف يسويها تلقى نفسك أنت اللي بتسويها عنه. وهذا يضعف ثقة الطفل بنفسه، وهذا يخليه يشعر بالغضب إنه ليش أنا ما أعرف أسويها عشان أنت تسويها عني؟ طب أصلا أنا ما طلبتك مساعدة، يعني عشان أنت تبي تتدخل وتساعدني. لكن أنا من المهم جدا إني أتفرج على الطفل وأستمتع وأنا أتفرج عليه، وأشوف إيش كيف هو يفكر يحل المشكلة اللي مر بيها، وبعدين أشجعه، وبعدين هذا يعطيني فرصة إني أعرف مهارات ابني هو قادر على حل المشكلات، فبالتالي أنا أستطيع إني أثق فيه إنه يحل مشكلاته اللي يتعرض لها بشكل أو بآخر. كل هذه المهارات فقط بمجرد إني قاعد أتابع طفلي وأستمتع، وهو أستمتع وأنا أتابعه وهو يلعب. التدخل والمساعدة الزائدة والقيام بالعمل عن الطفل يقلل من ثقة الطفل، يقلل من اعتزازه بنفسه، ويخليه اتكالي يعني على الكبار، إنه خلاص أنا ما أعرف أنت سويها عني، كل ما يأمروا بشيء أنا ما أعرف أنتوا سووا، أنا ما أعرف كذا. طب لما أنت تيجي تتدخل، الطفل يتساءل هل أنا المفروض إني أسويها لحالي ولا المفروض أتكل عليك إنك أنت تسويها؟ طبعا هذا تساؤل بسيط في اللعبة، لكن هو في الحياة الكبيرة هذا تساؤل كبير. هل أنا حكبر على إني طفل استقلالي ولا أكبر على إني طفل اتكالي؟ وفرق كبير بين الاثنين. طيب، اترك طفلك يلعب وشاهده واستمتع وانت تشاهده. إذا طلب المساعدة قدم له المساعدة بقدر طلبه فقط، أما غير كده لا تتدخل في حل المشكلة اللي يمر بيها. حتى لو اضطريت انك تتدخل، انت قوم بجزء من الدور، يعني انا احل جزء من المشكله واخليه هو يكمل الباقي، اقوم ببعض الدور وهو يكمل الباقي، وبعدين في الاخير اشرح له، يعني اقول له اوكي يلا الان احنا نتعاون، انت سوي هذا الجزء وانا اسوي هذا الجزء، ثم نلتقي هنا تكمل طريقك. هذه انكسرت، اوكي انا اصلح هذا الجزء وانت صلح هذا الجزء، بعدين نرجع اللعبه زي ما كانت، وبعدين انت تقدر تلعب بيها. وهذا يعلم الطفل الادوار التكاملية مع بينه وبين الآخرين. آخر محور نتكلم عنه، أو يعني أرعي اللعب انتباهك واهتمامك أيها الأب أيتها الأم. عندما يلعب طفلك بهدوء، شجعه وأشكره وألفت انتباه ووريه إنك قاعد تشوفه وهو قاعد يلعب بهدوء، وإنك مقدر لعبه هذا اللي هو الهادي، ولعبه لما يشارك الآخرين، ولعبه لما يساعد الآخرين. هذه الأشياء الإيجابية لابد أن نري نحن كآباء أبناءنا، نريهم أننا ننتبه لها، لأن الابن يريد أن يلفت انتباه والديه. نحن ذكرنا هذا الكلام في بداية اللقاء، فإذا لم يلفت انتباهك الأشياء الحسنة اللي هو بيسويها، سيفعل أشياء سيئة عشان يلفت انتباهك، لأنك ما هترضى بالأشياء السيئة، هتتدخل مباشرة. فهو الرسالة اللي ياخذها، أو هذا العمل هو اللي يلفت انتباه أبويا أو أمي ليا، إذا سأكرره في كل مرة. طيب، فنرعي انتباهنا ونعلم الأطفال إن إحنا قاعدين نراقبهم وهم بيلعبوا بهدوء، وهم قاعدين نراقبهم وشايفينهم وهم بيسووا آلاف السلوكيات الحسنة، نشجعهم عليها، نعلق عليها بشكل جيد، لأن التعليق مهم جدا حتى لو كان كلمة واحدة. ونهاية، أنت يعني كأب أو كأم جاي من العمل متعب ومنهك، قديش قاعد تلعب؟ قديش يكفي طفلك من اللعب؟ في الغالب نصف ساعة يوميا تكفي لتعلم أكثر هذه المهارة، إذا لم تكن بشكل يومي بشكل شبه يومي، يعني 3 إلى 4 مرات في الأسبوع،
أو أنه يكون هناك جدول معين بالاتفاق بينك وبين الأطفال، أني أنا إذا جيت أجي تعبان من العمل لازم أرتاح نص ساعة، بعد نص ساعة من جيتي من العمل نلعب لمدة نص ساعة. هذا يعلم الطفل الترتيب، يعلم الطفل مراعاة الآخرين، فهم مشاعرهم، يعلم الاستقلالية، يعلم كثير من الالتزام والأمور والأخرى. ولذلك نصف ساعة، إذا لعبت مع نصف ساعة بهذه المهارات اللي ذكرناها، هذه تريحك باقي اليوم، يعني كافية للراحة في باقي اليوم، لأنه هو يتعلم منك أشياء وبعدين يروح يطبقها. البكاء والصريخ ورمي الألعاب وتكسيرها وغير ذلك، نحن ممكن نتجاهلها إذا صدرت من الطفل، حتى بالرغم من أننا علمناه ما يمنع أنها تصدر منه مثل هذه السلوكيات، لكن نحن ندير وجهنا ونوري أنه هذا السلوك غير راضين عنه تماما، وحتى لو بكى مدة طويلة ما نلتفت له. طيب أول ما يسكت مباشرة نلتفت له ونقول له شكرا لك إنك سكت، الآن نقدر نلعب. رجع يبكي نتركه ونلعب لعبة، يعني نترك اللعبة كلها ونلعب بلعبة تانية، ونطلع مثلا نقوم من مكان اللعب، مو نخرج من الغرفة، لكن أنا أقوم أغير مكاني اللي أنا جالس فيه بلعب معاه، أروح مكان تاني ألعب مع أخوه التاني، لأنه سلوكياته اللي سواها مثلا رمى اللعبة وكسرها هذه سلوكيات غير مقبولة. طيب أول ما يسكت ويهدى، شكرا لك إنك سكت، الآن أنا بألفت انتباهه إنه سكت وصار هادي، بينما لما كان بيبكي وكان بيزعق وكان يرمي اللعبة ويكسرها، هذا الكلام لا يعني لي تماما أي شيء، ولا يلفت انتباهي ولا يهمني إنك أنت تسويه. طبعا أنا لي الحق في تجاهله ما لم يؤذي نفسه أو يؤذي الآخرين، رمى اللعبة كسرها ما في مشكلة، لكن يرميها على أخوه الصغير عشان يكسرها، لا، عشان يكسر راسه عفوا، فهنا لازم أتدخل. فأي سلوك في أذى على الطفل نفسه أو على الآخرين لابد من التدخل لمنعه، لكن إذا كان الطفل هو واللعبة يكسرها ولا هذا، خلاص أنا أتركه وأروح أغير مكاني، أو هو قاعد يبكي لأنه خسر أتركه، ما يعني كأنه غير موجود. أول ما يسكت مباشرة بمجرد ما يسكت ألتفت له وأقول له شكرا إنك سكت، الآن نقدر نتفاهم، الآن نقدر نلعب مع بعض. هيرجع يبكي تاني، أتركه مرة تانية إلين يبكي دقيقة دقيقتين، يسكت، ألتفت له، الآن نقدر نتفاهم، يلا تبان أني أعرف ليش إيش اللي صار، وليش أنت ما فزت، وليش اتكسرت اللعبة، وليش كذا، يلا خلينا نشوف نصلح الشيء اللي حصل. بهذه الطريقة نحن قاعدين نلفت انتباه الطفل هذا إلى أنه الهدوء عفوا إلى أن البكاء والصراخ ورمي الألعاب ما راح يجيب معانا نتيجة، وإنما اللي يجيب معانا نتيجة هو الهدوء والتفاهم والتحاور والتعاون وما إلى ذلك. إذا انتهى اللعب قل لطفلك شكرا، شكرا إني أنا قضيت وقت ممتع معاك، شكرا إني أنا استمتعت بوقتي، شكرا إنك ساعدتني بعد يوم طويل متعب في العمل، إني جيت البيت ولعبت معاك واستمتعت باللعب ونسيتني التعب اللي كنت تعبان، شكرا لك إني أنا فخور إني عندي ابن مثلك يقدر يلعب بشكل جيد ويفهم يعني يفهم قوانين اللعب في التعاون والمشاركة وشعور الآخرين، وامشي خلاص انت اتركه، لأنه هو يعرف إنه مدة اللعب فقط نصف ساعة، فانتهت النص الساعة الآن، اشكره وامشي وانصرف بهدوء، وهو يكمل اللعب مع اخوانه مثلا. وإذا كانت اللعبة مثلا حماسية مرة ممكن يقول له خلاص الآن لازم نتوقف لأنه الوقت انتهى، لكن أوعدك إنه بكرة نرجع نكملها وحنكون على نفس الحماسة، يعني لا تفقد حماستك ونوقف هنا عشان أنا انتهى الوقت الآن هاللعب، عندي شغلة ثانية أسويها، وبكرة إن شاء الله حنكمل لعبتنا. وبهذا يعني وصلنا إلى آخر حوار، آخر نقطة تحاورية في اللعب مع الأطفال. نفتح المجال للأسئلة. جميل جدا دكتورة. أستاذ أحمد، في عندك تساؤل؟ السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير عليكم السلام. جميعا، مساء الخير دكتور حبيب. بس كان عندي سؤال، وأتوقع إنه بنواجهه الآن كثيرا مع أبنائنا، اللي هو كيف أنا أمنع التنمر على ولدي ولا على بنتي
لما نلعب مع أحد من أقربائه، بس طال عمرك. طيب كويس، شكرا لك على السؤال أستاذ أحمد، بس خلينا ناخذ مجموعة من الأسئلة بعدين نجاوب عليها كلها دفعة واحدة. أستاذ أريج، أستاذ أريج، أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا تفضلي. طيب أنا بس سؤالي السلام. لدكتور للدكتور إنه طبعا عندي بس سؤالين، إنه طبعا لما يكون أحيانا بلعب مع أطفالي وخلاص حنوقف علشان مثلا أذاكر له، يبدأ ما يبغى لما يجي يذاكر يبغى، لا خلاص مود اللعب ما في، يكون الاحترام خلاص والرولز ما أقدر أفرضها، فهل أنت تنصحني مثلا يكون المذاكرة أول بعدين اللعب، أو اللعب أول بعدين المذاكرة، أو في يعني في فرق بينهم؟ وتاني شيء لما أنا أقول له خلاص انتهى الوقت، لا لا لا، ويبدأ يصرخ ويبدأ يعني يعصب ويبدأ لا ما انتهى، لا تلعبي معايا، لا حتلعبي معايا، لا ما انتهى الوقت، لا لازم، ما حتيجي بكرة تلعبي معايا، فيعمل هذا الشيء، فكيف أتصرف؟ أنا سألتك سؤالين عشان لا أشتتك معايا، شكرا لك. حياك الله، شكرا لك أستاذ أريج، سؤال مهم جدا، ولكن برضو ناخذ أسئلة أخرى، تفضلوا. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير دكتور، شكرا جزيلا لجمعية إشراق، وشكرا لك يا دكتور على وقتك. سؤالي يا دكتور، طفلي الوحيد مشخص باضطراب ADHD، عمره 5 سنوات. بخصوص الحلقة هي عن اللعب، أنا في مشكلة أواجهها معه في اللعب، خاصة لما بألعب معه يعني أشياء حركية باليد وأوقف قدامه من الأشياء من هذا القبيل. وشيء معروف يا دكتور يمكن الاندفاعية عند الفئة هذه، يعني مجرد ما أوقف اللعبة أعرف إنه بيجيه اندفاعية، لكن بتكون أوفر يا دكتور، يعني هو من كثر الحماس يعني بيكون مندفع مرة وبيخبط في الأشياء وبيجي يركض عليك أو على أمه أو على أي أحد، عارف يفقد يعني تحكمه حتى في نفسه. هذه المشكلة اللي دائما أواجهها وأكون جاهز لها أنا أساسا صراحة، يعني أحاول في نهاية إني في اللعبة إني أهدي الرتم اللعبة معاه أو أهدي حركاتي على أساس إنه يبدأ يفهم ويبدأ يهدي. انقطع صوت الأستاذ عبد الله. ألو، واضح صوت دكتور؟ ألو دكتور، دكتور حبيب، دكتور حبيب تسمعني؟ أيوة، صوت الأستاذ عبد الله انقطع، ما أدري هو أستاذ عبد بس. الله كان يسأل إنه الطفل الوحيد مشخص باضطراب وعمره أيوة 5 سنوات، كان يقول إنه نعم، بمجرد إنه ما يوقف معاه اللعب إنه يفقد التحكم في نفسه، ويكون اوكي يزيد الاندفاعية عند الطفل. اوكي اوكي طيب خلينا نجاوب على مجموعة الأسئلة هذه. بالنسبة لسؤال أستاذ أحمد، كيف أمنع التنمر على ولدي لما نلعب مع أقربائه؟ سؤال جيد الحقيقة، والتنمر يعني قضية كبيرة جدا يعني، ومؤخرا أرعت وزارة التربية وغيرها من الجمعيات، وعفوا غيرها من الوزارات، وحتى الجمعيات المهتمة بشؤون التربية والأطفال والاضطرابات النمائية، هذا الموضوع يعني أرعته اهتمام كبير، وبدأت تنشر بين الأطفال بعض المهارات اللي تساعد على مقاومة المتنمرين. فلا بد أننا نتأكد أنه أتأكد أنا كطفلي أنه يعرف هذه المهارات عشان ما يسمح لأحد أنه يتنمر عليه. من المهم جدا ان يعرف انه اعمار الاطفال اللي يلعب معاهم ما يكونوا اكبر منه بشكل كبير جدا، لانه هذا يعني قد يساعد او يعطي الفرصه لكثير من الاطفال اللي قد لا يقدرون فوارق المهارات بين في الاعمار انهم يتنمرون على الاطفال اللي اصغر منهم. استطيع ان اذكر ابني بهذا الامر، وانه لا تسمح لاحد انه يتنمر عليك مهما كان شكل التنمر، اعلمه بعض اشكال التنمر، ومباشرة إذا لم ينتهي الطفل المتنمر عليك من التنمر اطلب المساعدة من الكبار أيا كانوا، سواء كنت أنت كأب أو في حالة غير عدم تواجدك، يطلب المساعدة من أي أحد كبير موجود
عشان يوقف عملية التنمر ويلقى هذا المتنمر يعني التوجيهات اللازمة له عشان ما عاد يتنمر على الآخرين. مهم جدا إنه كل الأطفال الموجودين في نفس المكان يتعلمون هذه الثقافة، عشان لو صار من أحد منهم تنمر الكل يوقف ضده ويوقف هذا السلوك، فبالتالي هو راح يتعلم إني أنا لو استمريت أتنمر على الآخرين ما راح أحد يلعب معايا، ونساعد إنه يعني نساعده في إيقاف هذا السلوك. أرجو إني أكون أجبت على سؤالك يا أستاذ أحمد. الأستاذة أريج تقول ولدها ما يبي يوقف اللعب ويتجه للمذاكرة، هي هذه مرحلة الانتقال من حالة إلى أخرى، لابد يصير لها تهيئة مسبقة. بمعنى أنا لازم ألعب مع طفلي نصف ساعة قبل ما تنتهي، يعني ما أجي أفاجئه عند النصف عند نهاية الوقت وأقول له انتهى الوقت الآن لابد أننا ننتقل للمذاكرة، صعب جدا ما راح يتقبلها، خصوصا لما تكون اللعبة حماسية. لكن التنبيه التدريجي، باقي على الوقت 15 دقيقة، بعدين باقي على الوقت 10 دقائق، وباقي على الوقت 5 دقائق، بعدين باقي على الوقت دقيقتين، دقيقة، الآن لازم يوقف اللعب. بهذه الطريقة أنا قاعد أهيئ الطفل مسبقا بشكل تدريجي إنه وقت اللعب راح ينتهي. فإذا ما أتينا لوقت اللعب، للانتهاء الحقيقي للوقت، خلاص نوقف اللعب مهما طلب زيادة، ما نسمح بالزيادة هذه، وإنما المطلوب إنه الآن نوقف اللعب خلاص وننتقل إلى ما بعده. وبعدين من مود اللعب لمود المذاكرة شوية صعب، يعني لا بدون ما نعطي بريك مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق، يلا روح غسل وجهك مثلا، أو كل حاجة بسكوت شوكولاتة أو أشرب موية عشان نستعد للمذاكرة. وإذا كان ولا بد نقلب المذاكرة أول ثم اللعب، وهذا بالنسبة لي هو الأفضل. سؤالك الثاني، يعصب لأنه انتهى الوقت. تقريبا كأني أجبت على هذا، لأنه التعصيبة تيجي مع المفاجأة في الغالب، المفاجأة هي اللي تخلي الطفل يعصب. لكن لو استخدمنا الأسلوب التدريجي ففي الغالب حنقلل من حدة التوتر هذا اللي يصير مع نهاية الوقت. أنا ممكن أزود الوقت، يعني هذا الأسبوع نصف ساعة، الأسبوع الجاي أخليه ساعة إلا ربع مثلا 45 دقيقة، فهو عنده فترة. انتهى الوقت أنا أبدأ معاه بالتنبيهات المتكررة، أبدأ معاه بالتنبيهات المتكررة لنهاية الوقت بشكل تدريجي إلين ما يستسلم عند نهاية الوقت. وطبعا كوني يعطيه وقت زيادة هذا بيخليه يعني يفرض نفسه بشكل أكبر. فالأولى إنه إذا انتهى الوقت خلاص انتهى الوقت، ما أسمح له ولا بدقيقة ولا دقيقتين زيادة، لأني لو سمحت اليوم بدقيقة بكرة راح أسمح ب5 دقائق، وبعدين أسمح ب10 دقائق، وهكذا. والطفل راح يضغط، كل مرة تعطيه مجال راح يضغط، لأنه راح يفكر في الدقيقة اللي أعطيتيه هي زيادة، ما راح يفكر في إنه لعب ربع ساعة قبلها أو نصف ساعة قبلها، فبالتالي راح يضغط بشكل أكبر وأكبر. طيب، هذا في بعض إجابة لسؤال الأستاذ عبد الله بأنه طفله الوحيد 5 سنوات وفي عنده اندفاعية لأنه مشخص ADHD. طبعا لما يكون طفلك مشخص ADHD يفضل في هذا العمر العلاج السلوكي، فإذا استطعت أنك تقدم له جلسات مع مختصين يعلموه مهارات تقليل الاندفاعية وتقليل الحركة بيكون شيء جيد. هذا بالدرجة الأولى. ما بعد 6 سنوات وفوق نحن نبدأ نستخدم الأدوية كعلاج لاضطراب الـ ADHD وعلاج لفرط الحركة والاندفاعية وتشتت الانتباه. ولكن استخدام الرسائل التدريجية هذه، وده مهم جدا لأنه الطفل يعني يكون مستعد لنهاية اللعبة، هذه واحد. اثنين، أنت ككونك مشارك خلي دفة إدارة الحماس في يدك أنت، يعني على نهاية الوقت، على نهاية النص الساعة اللي أنت قاعد تلعب معاه واللعب في قمة الحماس، طيب، وأنت عارف إنه ابنك مندفع، فالأولى إنك تقلل الحماس هذا من بدري، قبل نهاية الوقت ب10 دقائق مثلا، تقلل الحماس تدريجيا إلى أن ينتهي الوقت، خلاص انتهى الحماس، فبالتالي نقلل من احتمالية الاندفاعية التي تلي الحماس. الحاجة الأخرى، دائما الأطفال اللي عندهم ADHD مشخصين بفرط حركة وتشتت انتباه يستفيدون كثير
من الرسائل البصرية، لأنه عندهم المهارة البصرية عالية جدا. فبالتالي لو كان في ساعة مثلا زي الساعة الرملية مدتها ربع ساعة أو نص ساعة، وتكون قدامنا ونحن بنلعب، وكل شوية نطالع فيها إلين ما تنتهي الساعة الرملية، ترى انتهى الوقت، أو يصير في ساعة يعني أرقام كبيرة بحيث إننا نسوي لها على التنازلي، كل شوية نطالع فيها، أوه باقي 10 دقائق على الوقت، باقي 5 دقائق على الوقت، باقي دقيقتين، باقي دقيقة، انتهى الوقت، خلاص انتهى الوقت. هذه كلها وسائل تخفف من الاندفاعية لدى الأطفال اللي عندهم فرط حركة وتشتت انتباه. أتمنى أكون أجبت على أسئلتكم يعني بشكل مفيد ووافي. هل في مجموعة أخرى من الأسئلة؟ في أستاذ ماهر، تفضل أستاذ ماهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جمعية إشراق، شكرا دكتور حبيب، كلام جميل ومفيد. سؤالي أنا يجي، كيف أنا أقدر أهيئ جو صحي لطفلي بعيد عن القرناء؟ أنا ماني عايش لحالي طفل، ولا راح أعزل الطفل عن القرناء. في عندنا ألعاب إلكترونية، في عندنا ألعاب في الشارع، في عندنا ألعاب في البيت. أنا كيف أقدر أهيئ للطفل جو صحي بحيث إنه ما أحرمه من شيء، وفي نفس الوقت ما أحاول إني أزيد عليه يعني من أي جهة كانت، سواء لعب إلكتروني، اللعب اللي في البيت، أو اللعب مع القرناء في الشارع أو في أي مكان. شكرا. شكرا لك أستاذ ماهر. ناخذ سؤال آخر برضو. في جاني سؤال لدكتور حبيب، تسأل تقول إنه طفلي عمره 7 سنوات عنده اضطراب ومستحيل يلعب بدون ما يغش. بدون ايش؟ بدون ما يغش في اللعب. اوكي طيب، سؤال اخر. دكتور عبد الفتاح، مساكم الله بالخير جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيكم العافية جمعية إشراق، ويعطيك العافية دكتور حبيب، أفدنا أو أفدت واستفدنا صراحة. سؤالي الله يحفظك دكتور، أنا عندي ولدي الله يصلحنا ولكم إن شاء الله، يعني إذا جيت ألعب معه أو أسولف معه أو أتكلم معه يكرر نفس السوالف، يعني يكرر نفس الحديث، مثلا اليوم بعد يومين بعد أسبوع نفس السوالف، يعني حفظتها. وش الحل؟ يعني خلنا أقول لك ما عنده محتوى يسولف فيه، وش الحل غير يعني القصص اللي تقرأ عليه أو يقرأها أو الكتب؟ والله يعطيك العافية مرة أخرى. كم عمر طفلك؟ الآن 10 سنوات تقريبا. أوكي. طيب ناخذ سؤال آخر. هذه تقريبا الأسئلة. طيب، شكرا لكم لأسئلتكم، وأسئلة صراحة يعني جيدة جدا الحقيقة، وترتقي في كل مرة في تحدياتها، وهذا ينم عن أهمية هذا الموضوع وأهمية طرحه. طيب نبدأ بسؤال أستاذ ماهر، إني أنا كيف أهيئ جو صحي لطفلي بعيد عن القرناء. اللي أنا فهمته من سؤال أستاذ ماهر إنه ممكن يكون القرناء لطفلي كلهم في يدهم جوالات إلا طفلي ما عنده جوالات مثلا يعني، فأنا أبا أهيئ له جو صحي للعب، لكن بيطلب جوالي واللي حوله كلهم عندهم جوالات، وأنا ما أبغى أحرمه بحيث إني يعني يكون مختلف عنهم، أو العكس بحيث إنه يكون عنده زيادة عنهم. هذا السؤال الحقيقة مهم جدا، ونواجهه كثير في كثير من يعني في مقابلاتنا في العيادات وفي غيرها، وتزيد الصعوبة في هذا الأمر إذا كان الطفل مصاب باضطراب معين. لكن أنا دائما أفترض إنه الطفل ما عنده أي اضطراب، فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية،
أهيئ جو صحي لطفلي، أقدر أهيئ جو صحي لطفلي في البيت، أهيئ جو صحي لطفلي في المكان اللي بروحه. يعني بعض الأماكن تستطيع أن تهيئ فيها أجواء صحية، مثلا طلعة مع أخوانك أو أقاربك مع أبنائهم، فنتفق نحن الكبار مبدئيا إنه ترى يا جماعة بدون جوالات، ونخلي ألعاب حركية، نبقى نخلي ألعاب جماعية، نبقى نخلي ألعاب قديمة، نجيب ألعاب قديمة من قبل ظهور الجوال، من قبل ألعاب الفيديو جيمز هذه، من قبل البلاي ستيشن، نبقى نجيب ألعاب تخلق حميمية بيننا وبين أطفالنا عشان نقضي وقت ممتع معهم، عشان نبقى نستمتع في الطلعة هذه أو الرحلة هذه. فاتفاق الكبار مثل هذا على هذا الأمر يمنع إنهم كلهم يجوا بدون جوالات، يلعبوا كورة مثلا، يلعبوا كيرم، يلعبوا قمقم، يلعبوا السلم والثعبان، يلعبوا باصرة، يلعبوا أونو، يلعبوا أي لعبة من الألعاب اللي يصير فيها حميمية كبيرة. حتى الكور، يعني في كرة طلة وفي كرة سلة وطائرة ويد وغيرها، في نص باب وفي بابين، وفي يعني ألعاب كثيرة جدا نستطيع أن نلعبها ونوفر فيها أجواء صحية. أما إذا جينا في أماكن يعني ما أقدر أتحكم فيها، مثلا عزيمة كبيرة، دعوة كبيرة، مكان احتفالية كبيرة، وطفلي راح هناك وموجودين مع قرنائه، ما أستطيع إني أتحكم في هذا الأمر. فعلى اعتبار إن هي مسألة مؤقتة وتعدي، أنا أقدر أقضي وقت معين مع طفلي فيه وأشرح له إنه الأمر كله دقيقتين ونمشي، أو نص ساعة ونمشي. بإمكانك إنك تشترك معهم إذا في مجال للمشاركة، غير كده أجلس معايا وأنا أقضي معاك، نسولف مع بعض وينتهي الأمر في هذا اليوم. وهذه ما تتكرر بشكل كلي ودائم، لكن أنت برضو ذكرت في البيت وفي الحارة أو في الحي وفي خلينا نقول مثلا في المدرسة. أنا ما أستطيع إني أتحكم في كل الأجواء من حولي، لا أستطيع إني دائما أوفر جو صحي لابني، ولكن العموم أو الغالب العام، إذا كان الغالب العام الجو صحي فهذا يكفي إنه يتغلب على الصعوبات التي تأتي من الأجواء الأخرى. أتمنى إنه أكون أجبت على سؤالك أستاذ ماهر. السؤال اللي جاء من الأستاذة لولو إنه 7 سنوات يلعب، مستحيل يلعب بدون ما يغش في اللعب. هذا الطفل يفكر في النتيجة، فلذلك بيغش عشان يفوز. طيب، فإن نحن لما نلعب معه نستخدم بعض المهارات اللي ذكرناها عشان نعلمه إنه النتيجة ما هي مهمة، مو مهم إنك تفوز بقدر ما يهم إنك تكون أمين وتلعب بأمانة وتلعب بنزاهة، ومو مهم إنك تفوز بقدر ما مهم إنك تتقن اللعبة، مو مهم إنك تفوز بقدر ما إنك تكون متعاون في اللعبة. ولذلك حتى لو أنت فزت، فوزك لا يعني شيئا، ونحن كلنا عارفين إنك أنت مثلا قاعد تغش، لكن لو أديت بشكل جيد حتى لو التزمت، فنحن يهمنا إنك أنت أديت بشكل جيد، كنت أمين، كنت متعاون، كنت مساعد للآخرين. وحتى الشخص اللي يلعب معاه إذا فاز ما يوري إنه الفوز هذا هو قمة يعني قمة الأداء، فبالتالي أنت ما فزت أنت سيء. لا، لابد إننا نرسل له رسالة مختلفة مغزاها إنه الفوز والهزيمة لا تعني شيئا مقابل الأمانة، الفوز والهزيمة لا تعني شيئا مقابل التعاون، الفوز والهزيمة لا تعني شيئا مقابل السلوك الحسن، الفوز والهزيمة لا تعني شيئا مقابل إننا نستمتع بوقتنا، نستمتع ونحن مهزومين ونستمتع ونحن فائزين، ما في أي مشكلة في هذا الأمر. طيب، دكتور عبد الفتاح يقول ولده عمره 10 سنوات يكرر السوالف وكأنه ما عنده محتوى يسولف فيه. تكرار ال أنا هفترض يا دكتور عبد الفتاح إنه ابنك ما عنده أي اضطراب، فبالتالي تكرار المسألة، يعني أنا يعني في حد معين تستطيع أنك تتقبلها. إذا وجدت إنه لا، المسألة تتجه إلى إنه ما في محتوى، فنحن هنا هذا بعد آخر للموقف، فأنا أشتغل على زيادة المحتوى، المخزون مثلا، مخزون الكلمات، المخزون الفكري والمخزون التعبيري. أحاول أساعده، يعني كونه عمره 10 سنوات يستطيع أن يتعلم مهارات الإلقاء، فأنا أستطيع أن أوجهه إلى سواء عن طريق المدرسة مثلا أو عن طريق أي مؤسسة من المؤسسات اللي تساعد في الإلقاء والمراكز، يعلموه كيف يلقي، يزيدوا محتوى تحصيلي، سواء يحفظ مثلا قرآن كريم، أحاديث نبوية، يحفظ أبيات شعرية، يحفظ مقالات نثرية،
يساهم في كتابة قصص هو بنفسه يكتبها. كونه 10 سنوات يستطيع أن يقرأ ويكتب بشكل جيد، فهذه كلها تساعد في زيادة المخزون اللي عنده، زيادة المحتوى، وبالتالي يستطيع أن يتشعب في محتويات مختلفة. تكرار اللعبة نفسها غير بالنسبة لي ما هو مشكلة، تكرار الحديث وتكرار السوالف نفسها هنا اللي أنا يعني أركز عليها في زيادة المحتوى التعبيري للطفل. أتمنى أكون أجبت على إجاباتكم أسئلتكم إجابات مفيدة. دكتور حبيب، في أسئلة أخرى؟ نعم، شخص سأل إنه طفل عنده صمت اختياري، يرفض اللعب مع الآخرين ويرفض اللعب التعليم، عمره 3 سنوات ونص. يرفض اللعب مع الآخرين ويرفض إيش؟ اللعب التعليمي. ثلاث سنوات يعني هذا عمر تحدي بالنسبة لي، وصمت اختياري على عمر 3 سنوات شوية صعب، يعني صعب الحكم عليه. فأنا ما أعرف السائل اللي سأل كيف حكم إنه هذا صمت اختياري. في العادة الطفل على عمر 3 سنوات دوبه بدأ يتكلم، يعني دوبه بدأ يكون جملة من 3 كلمات، فالمفترض إن هذه مهارة الكلام عنده تتطور. في عمر 2 سنة جملة من 2 كلمات، في عمر 3 سنوات جملة من 3 كلمات، في عمر 4 سنوات يبدأ يدخل الطفل في جمل معقدة ويحكي حكايات وكذا. كونه يصمت الطفل فأنا عندي علامة استفهام كبيرة على هذا الصمت، ولا أستطيع الحكم عليه بصمت اختياري. الصمت الاختياري عادة يجي كبار السن، يعني طفولة متأخرة أو بداية مراهقة وما إلى ذلك، لكن على عمر 3 سنوات صمت اختياري أنا أشك في هذا الأمر. أعتقد أني يحتاج هذا الطفل إلى مراجعة طبيب والتأكد إذا كان هذا فعلا صمت اختياري أو لا. كونه يرفض اللعب مع الآخرين ويرفض اللعب التعليمي، هل يلعب ألعاب أخرى غير هل يعني هل يلعب ألعاب لوحده مثلا؟ هل يلعب لعب غير تعليمي؟ طبعا العمر 3 سنوات أنا ما أستطيع أقول هذا لعب تعليمي وهذا لعب غير تعليمي. أنا أدرج التعليم من خلال لعبي، بس الطفل كونه يرفض اللعب التعليمي هذه شوية صعبة إنه الطفل يميز إنه هذا لعب تعليمي وهذا لعب مو تعليمي، فبالتالي أنا أرفض اللعب الغير التعليمي واتجه إلى اللعب الغير تعليمي. أعتقد لسه بدري على طفل أبو 3 سنوات إنه يفكر بشكل معقد بهذه الصورة، لكني أعود وأقول رفضه للصمت واتجاهه إلى اللعب أو رفض اللعب مع الآخرين معناها يلعب لوحده، ويرفض اللعب التعليمي إذا كان لعب يفرض عليه قوانين معينة. فهل لدى هذا الطفل أي اضطراب من الاضطرابات النمائية؟ لازم أستبعدها في البداية ومن ثم أتعامل مع الموقف حسب نتيجة التقييم الطبي. هذا أم عبد الله، أعتقد ما في تساؤل دكتور حبيب. أوكي طيب، أشكركم جميعا الحقيقة، أوجه الشكر مرة أخرى لجمعية إشراق على استضافتي، وأشكر كل الحاضرين وكل الناس اللي يعني شجعوني ودعموني ودعوني. أشكركم شكرا جزيلا، وقفتكم كانت يعني ذات صدى وأثر لن أنساه. أشكر جمعية إشراق على استضافتي، وإن شاء الله تكون هذه البداية فقط، وأوعدكم بمزيد من المواضيع الهامة اللي تساعدنا في معرفة التعامل مع أبنائنا. لقاء مثري جميل ممتع دكتور حبيب، أنا صراحة مرة استفدت، شكرا، يعطيك العافية. يعطيكم العافية جميعا.